ونخش على الخلافات. خلافات؟ خلافات. إيه؟ بيقولوا ان نانسي عجرم ما عندهاش خلافات كتيره يعني ما عندهاش خلافات خالص في الوسط الفني وعندها صداقات كتير. تفتكري ايه السبب في ده؟ ان الناس بتحبك ولا انت اللي حابه الناس؟ الاثنين. هو لو انا مش حابه الناس مش هخلي الناس تحبني، عشان يعني كل شيء بيطلع من القلب بفوت على القلب على طول. بعتقد اكيد الناس لحتى بتحبني عم تلمس حبي انا إلها بعيوني، يعني عم بتشوف بعيوني انه انا عم غني بصدق وما عم مثل عليها، فيمكن مشان هيك بحبوني ومشان هيك بحسوني انه صادقه، بحسوا انه كل شيء عم اقدمه عم يطلع من كل قلبي. ف يعني اكيد لو ما يعني لو ما هيدا الشيء نابع مني انا من الاساس ما كان نابع من الناس. ويعني بحسوا دائما حتى بالاعمال اللي عم اقدمها، يعني كليباتي والاغاني اللي عم بختارها، بحسوا دائما انه في صدق وانه في طبيعه وفي كثير من البساطه، فيمكن هو الاسباب بخلوا الناس يحبوني. واكيد يعني هذا شيء يعني حب الناس إلي انا بعتبره انه نعمه من عند الله، يعني هذا شيء مش كل يوم الانسان فيه يحصل عليه. يعني مش بسهوله انه تخلي الناس يحبوك، بس بسهوله بيكرهوك. يعني هذه ها نعمه من عند الله، وبتمنى انه قادر حافظ عليها من اعمالي ومن كل شيء عم اقدمه. نانسي، عرفت ان اخوكي نبيل عجرم بيحضر لالبومه الاول، وعرفت ان انت كمان بتساعديه بشكل كبير قوي. قولي لي الموضوع عامل ازاي لما تحسي ان العيله فيها اكتر من فنان؟ اول شيء انا عم ساعده لانه خيي، و زياده لانه حسيت انه هو حابب يغني. يعني لو يمكن لو انا ما حسيت انه هو هالقد حابب يغني وعنده هال هيك حماس انه يسجل اغاني وانه يصور كليبات وهيك، ما كنت يمكن وقفت حده. بس حسيت انه هذا الشيء هو حابه، وانه دائما لما بتشوف او لما بتحس انه انسان هو حابب هذا الشيء، اذا ساعدته اكيد يعني عنده احساس انه بده ينجح، لانه عنده الويل انه يشتغل على حاله. فهذا الشيء اللي يعني هيك اعطاني الاندفاع اكثر انه اوقف حده. بس نانسي، تردي بايه على الشائعات اللي دايما بتحاول تفرق ما بينك وما بين جيجي لامار؟ هو ما يعني بعتقد انه يمكن انا يعني انا وجيجي بعتقد اسخف شيء ممكن نفكر فيه هي الشائعات اللي ممكن تفرق بيني وبين جيجي بالذات، لانه اعمالنا وافكارنا بالشغل يعني اكبر من كل شائعه. ما عنا وقت ابدا، ما لنا فاضيين انه نفكر فيهم اساسا. بنرد دائما بعمل او بكليب ناجح او باغنيه ناجحه، والحمد لله دائما الرد بيكون صائب، يعني لانه ولا مره يعني ولا مره كان ردنا بكلام او بمقال او بعنوان او
أو برد مباشر يعني دايما بالأعمال الناجحة بالكليبات بال بكل شيء ناجح بقدمه هذا بيكون الرد فدايما بنكون جوابنا صائب رد قاطع يعني زي ما بيقول قاطع طيب قد إيه ساعد جيجي في الوصول للي أنت وصلتي له دلوقتي؟ لو نسبة مئوية مثلا هتقولي كم في المية؟ 50% 50% 50% لأنه فنان 50% هو شخصه وصوته والموهبة و50% الأكيب اللي عم يشتغل له هلا في كتير أصواتهم حلوة وفي كتير عندهم إنه مؤهلين إنه يكونوا نجوم بس ما بيوصلوا لأنه ما في تيم وورك عم يشتغل أو يعني عم يشتغل لمصلحتهم ولا عم يشتغل لهم فهذا شيء كتير بيأثر لأنه يعني أنا بقول إنه الفنان ما في يعمل هو كل شيء يعني ما فيني أنا غني وبزيت الوقت رد مثلاً على التليفونات مثلاً لحفلة معينة أحكي بحفلة ولا أحكي إنه كم شخص نحنا ولا كيف رح أجي غني أي تيكتات طيارة مثلاً ولا الكونترايات اللي عم يمضيها جيجي يعني هول أشياء فنان ما عليه إنه يعملوا ما عليه إنه يفكر فيهم فمشان هيك بحاجة دايماً لأشخاص إنه يشتغلوا له وانا بعتقد انه جيجي بيغني عن هالاشخاص كلهم يعني يا طبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي ارضي يا طبطب ودلع الضمير العربي انت عملتي اوبريت الضمير العربي مع عدد كبير قوي من الفنانين واحكي لنا على التجربه دي شويه استفدتي منها ضايقتك لا ما ضايقتني ابدا بالعكس يعني انا اعتبرت انه هذا واجب على كل فنان انه 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 يعمله خاصه انه غنيه بتجمع كل فنانين العرب بنوع خاص فهذا شيء اقل شيء بنقدر نقدمه اقل شيء بنقدر نعمله بالفعل حتى نقدر نواعي الضمير لانه نحن يعني كوننا اشخاص محبوبين فيمكن بنقدر انه ناثر شوي يعني بالناس او بضمائر الناس يعني فينا نمحي هالافكار السوداء اللي عند الناس ونزرع الفرح والبسمه دائما عندهم فلا انا يعني انا شخصيا بالنسبه لي كانت تجربه حلوه فادتني ولاني حسيت بذات الوقت انه عم فيد اشخاص كتير فمشان هيك حسيت بفرح انت ازاي خرجتي من لبنان ساعه الحرب ما خرجتش من لبنان يعني كان ما كانش عندك اي ارتباطات برا كان عندي ارتباطات اكيد بس التغوا كلهم لغيتهم كلهم لانه كان في حرب يعني في حرب ببلدي فكيف بدي اطلع منه يعني ما كان لي نفس صراحه انه سافر تغني ما بتخافي من صوت الرصاص كنت اخاف بطلت قد ما كسروا كتار يعني انا عايز اسال سؤال كتير هل كل اللبنانيين اتعودوا خلاص على صوت الرصاص بقى ده حاجه عاديه بالنسبه لهم شوف بدي اقول لك شيء نحن شعب عايش يعني نحن نقول كلمه عايش باللبناني يعني بيحب الحياه متفائل دائما فعشان كده يعني انه كل شيء سيء بيجي لعنا او كل شيء سيء بيجي يعني انا بعتقد انه الظروف اللي قطعنا فيها كانت كثير صعبه قطعنا هيك بفتره صرنا نتمنى انه نعيش اقل شيء بنعيشه بحياتنا يعني نتمنى انه نعيش حياتنا اليوميه يعني
انه نقوم الصبح ما نسمع رصاص ما نسمع الاشي اللي عم بتخلينا دايما بمود مش حلو. اكيد هيجي اليوم ده يا نانسي. احنا يعني نحن عارفين كده ونحن متفائلين دايما.